يا صباح الخير صبايا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بألف خير يا رب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، واهلا وسهلا بكل صبايا اللي انضمت بقناه جديد. صراحه كنت محضرت لكم فيديو كان كتير حلو، وهيك كتير تعذبت وانا عم صور، وكتير تعذبت وانا عم منتج، واكثر شيء لا بالتصوير كتير تعبت فيه وتعذبت فيه. بس بكتشف اليوم وانا هيك جيت لحتى ببلش منتج الفيديو، انا منتجته بس كان بدي اسجل له صوت، بكتشف انه انا حذفته غلط. والله كتير انقهرت وانزعلت. يعني اكتر حدا بيعرف شوي واللي فاتح يوتيوب واللي عنده قناة او عنده محتوى تصوير كتير اتضايقت. فالحمد لله انا كنت محضرة فيديو، يعني انا وقت بكون ما مثلا بصور فيديو بيكون عندي مجال تاليوم كمان صور فيديو، فبصور فيديو بخليه بنشره اول ما بيكون في عندي مجال، يعني مش شرط صوره بكرة وانشره تاني يوم. فا اي والله راح الفيديو هداك، وهيك هذا الفيديو كمان حلو ان شاء الله. فقت اليوم كنت عبالي هيك في اكل هندي اسمه بتر تشيكن كتير طيبة، عملت انا قبل مرة فكنا مشتهينا، وكان في عندي كتير نقص بهارات، فطلعت جبت هيك لوازم الاكل الطبخة اللي رح اعملها، وجبت البهارات اللي كانت ناقصة. قلت انت هيك بعمل بحط كل شي بهارات، انا عندي كتير فضة بالبهارات. وجبت هدول الكاسات، انا بشرب ايس كوفي فهيك بحتاج كاس كبير لانه بحط له ثلج كتير، فهالكاسات بجنن كتير مناح. وشفت كمان هذا الواقي الشمسي جبته، هاي الماركة مانا دايم، هي ماركة تركية، فاخدته. اول تجربة له الصراحة، هون كنت عم جربه هيك معكم عم شوف. انا بكره الواقي الشمسي لما يكون له لون، بحب يكون شفاف ما بيعمل لون يعني، فهون جربته صراحة وعجبني، بس هيك كقوام يعني، بس ما جربته لسه، بس جربه وخلص بعطيكم رأيي فيه بكل صراحة. أنا بحب الصيف دائما واقي شمسي، يعني ما كتير بحط ميك اب، ما بحط فونديشن كذا، ما بحط كتير، نادر يعني، حتى ما عندي كتير ميك اب أصلا، ما بحط كتير ميك اب. فشفته وأخدته، شفته هلا هيك صار في كتير شغلات ما عاد نقدر ناخدها بعد يعني ما بدي اذكر، لانه لما عم اذكر الموضوع عم الفيديوهات عندي بطلوا ينتشروا ويطلعوا. فصارنا كتير هيك في شغلات كانت موجوده بحياتنا اكيد خلينا عنها ورح نضل نتخلى عنها، انا عن نفسي يعني طبعا للابد. فلسه عم نحتار شو ناخذ، شي منيح شي مناسب، يعني لسه عم نجرب، فانا لسه عم جرب الصراحه. فحاليا هلا في ماركه اسمها ديرموكيل تركيه كتير انا حاببت، انا عندي تجربه سابقه مع كريم، كان في هيك جبت كريم للجرين وكتير كان ممتاز صراحة، ما شفت قبله ولا بعده، لدرجة انه مرة بعت منه يعني لأهلي على لبنان، كتير ممتاز لدرجة انه رح احكي لكم شال في هيك اوقات بيطلعوا بالاجر وانتم بكرامة يعني بالرجل مسامير، فتخيلوا شال المسامير من الرجل، ممتاز. فبصحكم بهي الماركة شو ما كان، غسول كريم كذا، عندي غسول كمان من نفس الماركة بجنن الصراحة، خفيف لطيف وماركة تركية وممتازة، حسيت أنا كتير لائمتني وكتير حبيتها. وجربت الكريم، قلت لكم الكريم هذا، هلأ عم جرب الغسول وكمان حبيته كتير لطيف على البشرة وما عمل لي أي مشاكل. بتلاقوا هاي الماركة أكتر شي بترينجو اللي موجودين بتركيا، صراحة حبيتها أنا كتير، أنا كتير يعني بتصحكم فيها وبقوة. هون قمت بدي اعمل قهوه وشي اشرب قهوه وبعدين بلش بالطبخه، لانه الطبخه بتاكل كتير شغل الصراحه. فكان عندي لقب نحن بنقول له بجرابلس، ومشبك كمان، هذا المشهور ببلاد الشام كتير، مشهور كمان بتركيا بيعملوه. وعملت لحالي كمان قهوه تركيه، وحطيت لبنتي شفتوا عصير حليب وفريز، قلت هيك بشرب قهوه وبعدين بقوم بلش بالطبخ. في ناس ما بتجيب كتير أنواع بهارات، لكن أنا عندي كتير تشكيلة كتير الصراحة، يعني عندي شي فوق أكتر من 30 نوع بهار، يعني كتير، يعني خاصة أنا جوزي بيشتغل بمحل بهارات،
فكتير بجي بهارات يعني بستخدمهم كلهم. لا وعندي الخزانة مليانة حرفيا أكياس بهارات وعلب، دائما بجيب شي على قد العلبة هدول بالضبط. أنا عندي ياهن صغار وندمت إني أخذتهم صغار الصراحة، فبجيب على قد العلبة مشان أعبيه وما يزود عندي. بكره شو هيك شوف الأكياس بالخزانة. فالأكل اللي بدي أعمله أنا بتحتاج كتير بهارات، بما أنه يعني أكلة هندية فهي كتير بدها بهارات. طبعا أخذت الطريقة من الشيف عمر، ورح أكتب لكم هلأ الطريقة كمان وقلكم على الطريقة. بدي الشغل بس كتير طيب قد ما بقلكم، وهيك كنوع من التغيير. شفت أوقات الإنسان بيمل من الأكل هيك يتكرر، يعني الأكل قد ما كان كتير بده يتكرر هذا معكم. هيك أوقات أنا بغير بعمل أكل هيك، بشوف على الإنترنت أوقات بعمل، بشوف وصفة على الإنترنت، فيديو حدا عامل أكلي، أو بسمع من حدا صار عامل أكلي غريبة بحب أعمل، أنا بحب جرب يعني. فهون هيك بلشت عبي البهارات. انا كل فتره بغسلهم هدول كلهم، بس نشوفه كتير صعب. وشفتوا علبه البهارات بس صابون مي بيخرب صراحه كتير، يعني باكلهم لما بغسلهم بضل كتير مني عم نشفهم، فما دائما بغسلهم يعني مو كل يومين ثلاثه كل ما هذا. لا بجمعهم هيك كلهم سوا بغسلهم وبنشفهم كتير منيح وبعبيهم، بس دائما براقب يعني براقب العلب البهارات، براقب البهارات اذا لا سمح الله في يدود او رطبت او كذا، مشان يعني ادارك الوضع. امي هلا هون بلشت اعمل بهارات جرام مسالة. هي بتجي، هو بيجي بهار بس نحن بتركيا ما نو متواجد، فأنا بدي أعمله بالبيت. البهار مسالة هو عبارة عن كزبرة، كمون حب إذا موجود، كزبرة حب، كمون حب، حب هيل حب، رنفل حب، ورق غار، قرفة، وشو كمان بس هدول، وكمون حب. يمكن قلت لكم كمون حب. وأكثر شيء بيكتروا فيه نوع بهارات هو الكزبرة، يعني بيحطوا مثلا هلأ أنا رح أعمل تقريبا 800 جرام صدر دجاج، فحطيت ملعقة كزبرة ونص ملعقة كمون ونص ملعقة بهار أسود كمان حب، والباقي حطيت ربع ربع ربع، عرفتوا كيف؟ وحطيت ورقتين غار، وحطيت شيء 5 حبات هيل وخمس حبات رنفل على مقلاية ناشفة مثل ما شفتوا، حطيتهم على الغاز. ضليت هيك عم حركهم شي 4 دقايق، بعدين ضربتهم كلهم مع بعض انا ضربتهم بالهاند بلندر انه ما عندي مطحنة بهارات، وتركتهم على جنب. لازم يتحمصوا قبل ما تطحن البهارات. هون خلصنا من البهارات الجرام مسالة اللي هي اساسية بهي الاكلة. بعد ما هيك شلتهم من المقلاي، ضليت هيك 4 دقايق عم قليهم بالمقلاي، بعدين ضربتهم بالهاند بلندر وتركتهم على جنب. وهون جبت عندي شي 700 جرام صدور دجاج، اكتر من 700 جرام، حطيت له ملعقتين لبن وملعقة ونص بابريكا، وحطيت له عصرة ليمون و3 معالق زيت زيتون، وحركتهم هيك كلهم مع بعضهم. وهلا بدي اقليهم بزيت نباتي. الزيت النباتي لانه الزبده والزيت زيته بيحترق، فحطيت زيت نباتي بنفس المقلاية اللي قليت فيها البهارات، هي نفسها اللي حمصت فيها البهارات. بحط صدور الدجاج شايفين، وما بحركهم ابدا، يعني انا ما حطيت كل الكميه مشان لما احركهم ما تنزل مي، ما بدي تنزل المي من صدور الدجاج. بس نزلت المي من صدور الدجاج بتصير الدجاج ناشف، و بس ضلت المي بصدر الدجاج تكون طرية الدجاج هيك بتحسوها مثل الراحة. وبقلبها هيك شايفين، انا قلبتهم كلهم حبة حبة بالملقط بعد ما صار وجه. وهون شلت اول كمية ورجعت حطيت الكمية الثانية وشلتها من المقلاي. هي المقلاية احترقت بس صدور الدجاج ما صابون شي مناح. بس تقلو تركت برمتن على الجنب التاني، وبعدين بس تقل الجنب التاني كمان شلتون من المقلاية وحطيتون على جنب.
جنب هالأكلة بينعمل رز، فأنا عندي رز بسمتي عملته. أنا تخليت عن الماجي من فترة، فلحتى هيك يعطي طعمة طيبة للرز بحط أوقات ورق غار أو قرنفل. فعملت الرز وهون بلشت أعمل هلأ أطبق الطبخة. حطيت قالب زبدة كبير وشوية زيت مشان ما تحترق الزبدة، وبعدين قطعت بصل خشن، ما بيأثر إذا خشن، وأنا كله بدي أضربه بالهاند بلندر. قليته، وبعدين كمان حطيت الثوم قليتهم، وإذا في عندكم زنجبيل هيك بتقطعوه، زنجبيل ني حطوه، بس أنا ما عندي فحطيت زنجبيل بودرة. حطيت ملعقة زنجبيل بودرة وملعقة ملح، وبعدين حطيت ملعقتين معجون الطماطم قليتهم كتير منيح معهم، وبعدين بحط 3 حبات بندورة. هاي الكمية لكمية صدر الدجاج اللي أنا عندي. البندورة قشرتها من القشر وقطعتها وقليتهم كمان كلهم مع بعضهم، وبعدين حطيت تقريبا شي 4 كاسات مي. انتو اذا شفتوها خفيفة، عفوا سميكة، فيكن تزودوها مي، يعني راقبوا. وهون البهارات اللي انا عملتها معكم، بهارات الجرام مسالة، حطيت شي ملعقتين، وحطيت زبدة شي ملعقتين زبدة، لانه هي اسمها بتر تشيكن، يعني دجاج بالزبدة، فبيكترولها كتير زبدة. وتركتهم مع بعضهم لحتى يتسبكوا كتير منيح، وبعدين خفقتهم بالهاند بلندر مثل ما شفتوا حتى صار عندي هذا القوام. هون آخر شي وطيت عليها الغاز وحطيت عليها 200 ملي كريم الطبخ، وكان في عندي أنا كمان شوية كريم الطبخ بالبيت. لازم تتركوا كمية كريم الطبخ مشان تحطوه على وجهها بعد ما يعني تحطوها بصحن التقديم. بعدين حطيت كمان صدور الدجاج اللي قليتهم وتركتهم مع بعضهم شي ربع ساعة هيك على نار خفيفة، وهيك صارت عندي الأكلة جاهزة. أول ما خلصت حطيت الجلي بالجلاية تنظف، لأنه هون رطرش كله زيت بس ما مبين كان. اول شيء حطيتها لبنتي اكل، الصراحه طعميتها، وانا ما كنت بدي اكل، كنت عم استنى جوزي هيك مشان ناكل سوا، فقلت بنظف لبين ما يجي يعني وبناكل سوا، بخلص اللي عندي وهيك باكل على نظافه، لانه كان الوقت هون لو انا عم نظف كان الوقت متاخر، يعني اوقات انا بطبخ متاخر لانه جوزي بينصرف متاخر. أول شي عملته شلت أغراض الغاز كلهم، وبعدين شلت كمان الجنب الثاني كمان، صار حسيته كله هيك رطرش زيت، رطرش تعبت الدنيا بس ما مبين على التصوير. ورشيت مزيل دهون وتركتهم، قلت بجلي هون الروس والهذا بليفهم بنظفهم، كل بين ما مسحت الغاز وكذا يكونوا نشفوا. وكل ما تركتوا مزيل الدهون على الغاز بيكون أحسن، عشان لما تنظفوا بيكون سهل عليكم، ما بيكون كتير صعب. أنا بحب دائما لما يتوسع الغاز عندي فورا نطفه، لأنه كل ما تراكم أي شي على الغاز بيصير صعب تنظيفه أكتر. وأنا إنسانة بس قعدت على الأكل كتير بحس بالخمول والكسل، بحب دائما قبل ما أكل نظف اللي على الغاز عندي، ونظف هون هاي المنطقة، كل هاي المنطقة عندي، شوفوا هون حتى بنتي عم تساعدني، المنطقة عندي فورا أنا بتنوسخ، يعني بنعجق أنا الصراحة، خاصة بالتصوير كتير كتير بنعجق. فبحب
اول ما اخلص اكل فورا بنضف الغاز، بنضف هاي الشيء فيهم، بنضف المجلى. يعني حتى هناك كان مرطرش زيت يعني على فكرة الميل التاني، فكمان بشيل فورا بنضف. وبحب نام دائما الغاز نظيف، وهي المنطقة هون حوالي الغاز كلها نظيفة. يعني اوقات بيكون في عندي جلي بتركه بقول معلش، المهم انه الغاز وهون المنطقة هي تكون نظيفة. يعني في بحط الجلي بالجلاية او بجلي انا بسرعة عادي، هذا اذا كنت تعبانة. يعني اني انا بفضل اني اترك جلي ولا اني اترك الغاز او هون هذا، لانه كل ما تركته بوقت يعني يمكن لو اتركه ساعة زيادة رح كتير صعب يصعب علي تنظيفه اكتر. فاول باول يعني حتى اوقات بشيل الطبخة من هون، بنظف من هون. يعني هون شلت الطبخة وطعميتها لبنتي، فورا اجيت بلشت التنظيف. قلت بما انه هون كتير حتى وتيابي توسخوا، فقلت خلص بنظف المطبخ وبدل تيابي كمان، وكان بدي حمامها لبنتي. فطعميتها لبنتي وجيت بنفس القميص اللي طبخت فيه، قلت خليني نظف مشان ما ارجع البس تياب وارجع وانا عم نظف هيك وسخني. يعني هون كمان كان هدول مرطرش عليهم زيت، فرشيت لهم مزيل دهون. صراحة كتير حبتهم علب هدول السكر والشاي والقهوة. إن شاء الله هيك مع الأيام حابة أجيب، في شفت منهم صواني وعلب وفي منهم حجم أكبر كمان، حابة أجيبهم. بنصحكم فيهم، بجننوا، رسمتهم ما راحت ومثل ما هنن، مجرد ما تمسحوهم بينضفوا هيك على الواقع كتير حلوين، أحلى من التصوير بكتير. فمسحت هون المنطقة كلها، حتى الشمعة مسحتها حتى إنه حسيتها هيك صار، مو حسيتها صارت كلها زيت. وكانوا عندي هون الروس الغاز نشفانين وغراض الغاز كلها نشفانة، فرجعتهم وقلت بدي انتقل على الطرف الثاني. هون الطرف الثاني من ورا كمان كان فيه هيك شوية مزيل دهون، فالحمد لله ورق الجدران مجرد ما تحطوا عليه مزيل دهون تمسحوه بينمسح فورا. انا كان قبل عندي الحياة كتير كنت اكل هم، ويعني كنت هيك كان يلطع وما يروح. وقلت بأنه نظفت ونظفت، خليني من هون كمان مسح من هون، ما كان في شيء، بس هون الغراض كان في شوي هيك عليهم هاد، فقلت كمان بمسحهم. رشيت مزيد دهون وجليت، وندمت صراحة اني دهنت المجلى. صراحة كان قرار ما موفق ابدا، كتير صعب تنظيفه، اي نقطة او بقعة بتصير عليه كتير بيكون صعب تنظيفها. حتى يعني كانت قبل ما دهن المجلى مثلا هون يصير مي، لما اجلي بتقوم المي تنزل على المجلى، هي هيك مصممة هون المجلى انه المي لما تنزل على المجلى. هلا المي بتضل على المجلى، اذا انا ما بمسحها صعب تنزل. يعني مجرد ما هيك بيصير نقطة وانا ما مسحتها بيبقع وتنظيفه كتير صعب. مو بس هيك كمان قشر، مع انه كان مكتوب على علبة الدهن انه فينا ندهن فيه المجلى وكذا، بس للأسف تأشر خاصة بقلب المجلى، منظره كتير بشع كتير مضايقني لأنه عم صور. يعني فبنصحكم إذا ردتوا بيوم من أيام الدهن وخذ المطبخ، أبدا ما تقربوا الدهن والمجلى. الحمد لله أني ما دهنت الحيط، كنت رح دهن الحيط اللي ورا، بس الحمد لله أني ما دهنته لأنه كمان حسيت أنه رح كتير صعب علي تنظيفه. هلا بالنسبة لهان الخز الحمد لله كان ممتاز، ولحد هلا ما حسيت في أي إشكاليات، مجرد ما أمسحه بينمسح، لأنه أصلا ما بيتوسخ كتير، مو مثل المجلى ما بيتعرض للمي كتير. خاصة أنا بعد ما نقلت الغاز على هذا الجنب بعيد عن الخزن، صار ما كتير بينجو عندي، يعني بيتوسخوا عندي الخزن. أما لما كان الغاز تحت الخزن فكتير كان يتوسخ يعني، وبدون تمسيح كل يوم يومين. هلا لا الحمد لله، بس ما ضايقوني بلدان ابدا، لكن المجلى كتير اندمت. يعني بقعد بدي انظف انا باليوم 3-4 مرات لحتى ما يبقى شيء، وهيك يصير منظر وبشع فورا ببين، لانه عندي لون المجلى كتير ابيض. هلا هون هيك مسحت كل شيء ورجعته لمكانه وخلصت. مسحت كمان هون عندي الحنفيه وما كان باقيان اللي شيء الا هيك الفرن، كمان كان بدي مسحه، وهيك كنس المطبخ كمان وكمان مسحه. هون الفرن عندي انا كتير ببقع لانه هو هيك لونه فضي، فمسحه كمان على طول. وبما انه قلت بما انه عملت كل هدول فخليني مسحه كمان. هو شلت ايدين
اللي كانوا محطوطين على الفرن، ومسحته هو والخزانة اللي من تحت، ومسحت كمان المجلى بس ما صورت مشان ما يطول الفيديو عنكم أكتر. هون انا لما ضربت البهارات بالهاند بلندر حسيت عبو الدنيا هون، لانه هي اصلا هاند بلندر ما بيصير فيها نضرب فيها بهارات، بس انا حطيتهم هيك بقلبها للهاند بلندر وحطيت هيك غطيتها بالكيس وضربتهم، انه هي هيك اصلا الصوله الاكله، فظبطت القصه وبس هيك عبيت الدنيا. فمسحتها هيك كمان، رشيت مزيل دهون ومسحتها كلها. وشفت اول فيديو كان في عندي ساق البامبو، كنت محتاره وين احطه الصراحه، فحطيته هون بهذا المكان، كان في عندي قنينه المي هاي فاضيه، عبيتها مية شرب وحطيتها، وهيك حسيت عطيت شكل حلو بهي المنطقه. وبعدين بدلت لبنتي، وبدلت هون قلت لحالي لاعمل هيك كاسه نسكافيه واقعد اقضي شوي وقت مع بنتي قبل ما تنام، لأنه كتير اجتهيت عنها بيومها، كتير تأخرت بالطبخة، ضليت شي ساعة ونص وأنا عم أطبخ. فكان عندها هي اللعبة بنت خالتي جابت لها إياها هدية لبنتي، بتجنن كتير، الله يرزقها ويعطيها العافية يا رب. هاللعبة كتير ممتازة، أنا في فيديو صورته كنت قبل هذا الفيديو بس مانو كامل يعني، فاضطريت إني أنزل هذا الفيديو قبل هذاك، إن شاء الله هذاك الفيديو أرجع أنزلكم إياه يعني. اللعبة بتجنن، فيها بتجي فواكه على شكل خشب، وبتجي كمان بيجي فوق من فوق بتحطوا فيه جزرات وكذا، يعني كتير بتنمي مهارات الطفل وبتخليه يتعلم الأشكال، يتعلم الفواكه الخضرة. كتير حبيتها الصراحة، هي بنتي كتير حبت، قالت 3 4 أيام عم تلعب فيها، كتير مبسوطة فيها، فأنا كمان بحب ألعب معها فيها لأنها كتير بتنمي مهارات الطفل، بتنمي تركيزه وعقله. فلعبت معها شوي ونيمتها، وهوني بلشت احط لحالي احط اكل. كانت الاكل كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. حطيت رز وحطيت كمان هيك فوق المرقة، كنت كتير جوعانة، هون كان وقت كتير متأخر، فقلت لكم انا تركت كريم الطبخ هيك على جنب شوي مشان احطها هيك وقت التقديم على جنب. المرة أنا قبل مرة عملت سميك، المرة طلعت خفيفة شوي بس طيبة كتير. وجنبها حبينا هيك نشرب كولا، نحن بنحب أنا وجوزي يعني، إذا كان الأكلة فيها فروج أو لحمة بنحب نشرب جنبها أو كولا أو عيران، حتى لو كان في سلطة أو كان في هيك شي جنبها، بس هيك بنحب نشرب كولا أو عيران. فبيومها جبت كولا وحطيت كمان جنبها. بس انا لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله. واذا كنت عم تشوف الفيديو تبعي لأول مرة ما تنسوا تشتركي بالقناة، وما تنسوني كمان من اللايك والتعليق. وبأمان الله، تضلوا بألف خير، بحبكم كتير، وسلام.